عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الاسم ديالك والصفة؟ يوسف بوراحي، رئيس نادي المحبة للثقافة والفن. بغينا نعرفوا علاش اختاريتوا هذا الاسم ديال نادي المحبة. أول شيء نادي المحبة كان سميتو نادي المحبة للسماع والمديح. كانوا فيه 7 ديال الأشخاص اللي كانوا كيديروا ديك ديال الأمداح النبوية. من ثم تطورت القضية ولا عندنا منخرطين بزاف، وفي مدة ديال 2008 ورجع تبدل الاسم ديالو ولا نادي المحبة للثقافة والفن. نادي المحبة امتى تأسس؟ قبل في دار الشباب تأسس في 2007، دوز عام نادي المحبة للسماع والمديح، ومن موراها ولا لمدة دابا 5 سنين ولا نادي المحبة للثقافة والفن. لو بغينا نعرفوا الاهداف ديال النادي ديالكم. الاهداف ديال النادي هي اهداف كبيره بزاف، من اول حاجه اهداف تربويه، اهداف كنحاولوا حنا نوصلوا لليافعين اللي عندنا والشباب اللي معانا، انه قبل ما يمشيوا للتاطير يتاطروا معنا هنا في دار الشباب، عاد يمشيوا يقلبوا على بحال المخيمات، التاطير، التكوين والتدريب. دي المحبة، شنو كيرمز لكم هذا الاسم هذا؟ يعني اي واحد غتقول لي المحبة معروفة، نادي المحبة تخدات محبة الوالدين، محبة الاصدقاء، محبة الاخوة، محبة ديال محبة الله هي الاولى، وثاني ما نساوهاش هذيك. وانتم شنو كتمثل لكم المحبة؟ حنا كتبنت لنا واحد الام ديالنا اللي كل ما تهلينا فيها كتعطينا بزاف. شكرا لك.